السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. اليوم معكم صابغ نيهان في فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه تاعي تاع اليوم الرفيس بالتمر على طريقتي. تبعوا معايا البنات ان شاء الله يكون عند حسن ظنكم. بغيت نقول لكم حاجه البنات اللي اول مره يشتركوا في القناه تاعي ولا يشوفوا القناه تاعي، ماذا بكم تشتركوا الى عجبكم الحال معايا، تشتركوا في القناه، دعموها بالاعجاب وفعلوا الجرس، وإلا كاش حاجه ولا خلوا لي تعليقاتكم اسفل لا فيديو، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. تبعوا معي المقادير البنات. راكم تشوفوا عندي كيلو تاع السميد مويا، ماشي المويا الحرش كيما نقولوا، ماشي الغليظ الحرش وماشي الرقيق ثاني الرقيق بزاف. هنايا هاد الوصفه هذه تبغي يكون مويا رقيق. شوفوا هنايا، هنايا عندي كيلو غادي نحطها. كما راكم تشوفوا ندير لها الملح. هنا البنات كما راكم تعرفوا الوصفه تجي حلوه، ما نكثروش الملح غير باش ما تجيناش العجينه تاعنا مسوسه. نديرها هكا، نزيدوها كاس تاع الزيت. هنايا البنات كما راكم تشوفوا غادي نبسسها عادي. غادي نبسسها عادي. ومن الجهه الاخرى البنات راني موجده التمر تاعي ديجا راني منقياته، قلعت له العلف، غادي في التالي نديره يفور. وجدت له الزبده كيما راكم تشوفوا هنايا البنات، ها هي شويه زبده، واحد 125 غرام 125 غرام هكاك. والتمر تاعي هو منقي، الا بقات له شي حاجه ولا غادي كي نكون ندلك فيه يبان. ها هي غادي ندير العجينه، غادي نبدا نشمخها غير بشويه بشويه، ما نشمخو غير بشويه. هنايا نشمخو غير بشويه حتى اللي يدخل فيه هذاك الماء، ومن بعد نديره. تبغوا ديروه خبزه كاع وتقطعيها كاريات وتطيبيها، تبغي ديري نيشان خبزه كبيره ومن بعد طيبيها وتكملي تخدمي فيها. شوفوا هنايا البنات دوك نكونه نيشان خبزه ونبدا نطيب فيه ديريكت. هنايا البنات كما راكم تشوفوا نديرها هكا خبزه ونديرها طيب فوق الطاجين. دوك تشوفوا معايا كما راكم تشوفوا البنات، هاي درتها فوق الطاجين، نار شويه ماشي قويه بزاف تكون نورمال، ونخليها كي نشوفها طابت من التحت نقلبها وتشوفوها معايا في القصعه ديريكت. ها هو البنات هنايا كي درته خبيزه طيبته في الطاجين ودرته هكا. ها هو هنايا نفتته شويه ونغرب له في اللي عن في الغربه اللي عيونه كبار كيما تاع البركوك السوكا. كيما راكم تشوفوا البنات غادي نغرب له، ها هو يولي كيما هكا. ومن بعد ها هو شوف هو، من بعد نعاود نديره يفور غير تفوره وحده باش يجي رطب ويجي بنين، ونوريكم معايا. تبعوا معايا التفاصيل. ها هو البنات هنايا كيما قلت لكم راني فورته، ها هو نزيد درك ندير التمر يفور غير شويه ونرميه عليه. تبعوا معايا هنايا البنات الكاس اللي عبرت لكم قبيلات به الحليب، يعني عمرت الزيت سمحوا لي عمرت الحليب باش نشوفوا شحال يدي لنا. غادي نرشها غير بشويه. هنايا هاد الطريقه نتاع التفوار وترشيه بالحليب تبغي تستغني عليها استغني عليها، تبغي ما ديريهاش ما ديريهاش. بزاف ناس اللي غير يبسوه ويعجنوه يطيبوه ويغربلوه ولا يفوتوه في الروبو، ومن بعد نيشان يديروا معاه التمر والدهان ويحطوه كيما نقول يوجدوه يكون واجد. انايا لا، انايا نفوره ونزيد نرشه بالحليب باش يزيد هذوك الحبيبات تاع السميد يزيدوا يشربوا الحليب ويجي رطب، ما يجيش يابس، ما يجيش ديك الحروشيه نتاعه. ها هو نزيدوا شويه
هنايا انا ما غاديش نديرها كاع، غير بغيت باش نعبر لكم باش نعطيكم القياس اللي شحال دينا حليب. كيما دوكا انا درنا في نص كاس، مي صرا له والو، او كونترير يزيد يشرب، يزيد يولي رطب مليح. وقيلا غادي صاي ندير غير نص كاس، ما كترش هذا، سيرتو الا بغيتي تحطيه تمتم شغل ما تدسيش. كما تعرفوا الحليب ما انا اللي باغا راني دايرته كيما نقولوا راني دايرته فال لولدي الصغير. انايا عندي دار شيخي، كي البيبي يدير 4 شهور كيما نقولوا يفركوه ويديروا له الرفيس. انا عزوجتي دير رفيس واحد اخر تاع الخبز كاش نهار نديره لكم، وانايا نبغي هذا. هذا تاع ولاد سيدي بوتخيل، ان شاء الله تسيه ويعجبكم. نورمالمون صايي ما غاديش نكثر. البنات كيما قلت لكم راني ديت هنايا غير نص كاس تاع حليب. هيا دركا شوفوا معايا دركا التمر، غادي نقلعه من القدره، راه يفور في الكسكاس. هنايا كيما راكم تشوفوا البنات هاني فورته، غادي ندير له هذيك الزبده اللي قلت لكم حامي، غادي نعجنه مليح ونوريكم كيفاش غادي نديره مع ال ها هو. نوريكم كيفاش غادي نحطه مع السميد مع البسس. ها هو البنات هنا راه حامي شويه، انا نسيي كيفاش غير بالعقل نخدم، ندخل فيه كاع داك التمر. أنا درت معاها الزبدة، إيفوالا البنات سيبو ها هو الرفيس تاعي واجد. بعد لي درت له الزبدة وخلطت معاه التمر، غادي نزيد ندير له الدهان العرب، مغرف كبيرة مغرفو شويه باش يجي بنين. وصاي دركا غادي نخلطه، دوك تشوفوا معايا في الطبق تاعي تاع التحضير. دوك تشوفوا البنات معايا سي بون كيوجد. ايوا البنات ها هو الرفيس تاعي وجد. انا هنايا درت له الديكور على حساب على حسابي، هو نورمالمون تحطي غير هكا وحده، ما يسحق لا ديكور لا والو، غير هو ديجا راه طبعوا همه والشام. ها هو البنات، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تسيوه وتخلوا لي التعليقات تاعكم كيفاش جاكم. كما قلت لكم البنات هنايا درت لولدي الفال، وبغيتكم تطلبوا ربي معاه ونطلبوا ربي لجميع النساء اللي عندها كما نقولوا جميع وحده عندها وليدات ربي يخليهم لها ان شاء الله، واللي ما عندهاش ربي يرزقه. ليسونسيال البنات خليت لكم لهنا فرجه ممتعه، تهلاو في رواحكم، مع السلامه.